هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بغيت نهنيهم أول شيء ونفرحونا وفرحوا فرحوا الببليك و يعني النتيجة ميغيتي الحمد لله ونقول لهم يكملوا على هذا الطريق. أنا كنقول وعاود كنعاود نفس الهضرة بأن مباراة افتتاحية كان شوية ديال النيرفوزيتي ما كاين باس. أنا كنشوف دوزيام ميتون اللي تي تخي بيان رجعوا وفازوا بالمباراة وكملنا على ذاك الطريق والحمد لله. اللعبه علاش داكشي اللي قلت لهم قويله محتاجين كل واحد وخصنا عندنا مجموعه يعني عندهم امكانيات وعندهم موهبات وخصنا كل واحد غادي نستعملوه ان شاء الله وكل واحد خصو يكون جاهز من يدخل ويعطي داكشي اللي عنده وان شاء الله باش نكملوا حتى النهايه. انا الحمد لله كاين الحراره ولكن لاعبين مع 9 العشيه يعني الحمد لله مع المساندة اليوم تبارك الله عليهم شكرا بزاف على المساندة. الشباب يعني استمتعوا وفرحوا بزاف ونتمنى يزيدوا هذه البداية ومازال يعيدوا إن شاء الله يعيدوا. مزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.